هنتكلم النهاردة عن كارديو بالمونري ريسيستيشن. كارديو جاي منين؟ هارت. بالمونري لانج ريسيستيشن يعني ايه؟ سيرم باكتر. واحنا بنعمل كارديو بالمونري ريسيستيشن لمين؟ القلب. الناس اللي عندهم ايه؟ كاردياك ارست. يبقى مش هعمل CPR اللي يختصر كارديو بالمونري ريسيستيشن الا المريض عنده كاردياك ارست. حلو الكلام. فبالتالي عشان ابدا CPR لازم اكونفيرم الكاردياك ارست. صح الكلام. طب يعني ايه كاردياك ارست؟ يعني سيسيشن اوف هارت. القلب وقف، ما عادش فيه ايه؟ ما عادش بيشتغل كبام. حلو الكلام. طيب احنا بنتكلم في النهارده اللي هو السي بي ار اوتسايد هوسبيتالز. اوتسايد ايه؟ يعني في الشارع، في المول، في الحديقه، في البر، في البيت. كارديوبالمونري ريسيستيشن اوتسايد ذا هوسبيتال. يبقى ما عندكش الفاسيلتيز اللي موجوده في الهوسبيتال. ما عندكش الفاسيلتيز اللي موجوده في الهوسبيتال. هتتصرف كانك خالي اليدين وخالي. طيب حلو جدا. طيب انت كشخص تقدر تعمل كل حاجه ولا لازم حد يساعدك؟ لا، لازم حد يساعدك. تمام. فبالتالي واحنا هنتكلم على ايه؟ حاجه مهمه جدا انك ايه؟ تكول فور هيلب. حلو الكلام. طيب يبقى عرفنا ان كارديو بالمونري ريسيستيشن ده اختصارها السي بي ار، اختصار كارديو بالمونري ريسيستيشن، وبعملها للعيان اللي عنده كاردياك ارست، وبالتالي لازم اكونفيرم الكاردياك ارست اولا. حلو الكلام. حلو الكلام. جميل. طيب هنفترض بقى ان انا وانا في المول، وانا في الشارع، وانا في الحديقه، لقيت مريض نايم بالمنظر ده، نايم بالمنظر ده، هعمل ايه؟ اول حاجه هشوفه هو نايم مريح شويه يعني، ولا هو فعلا عنده مشكله صحيه. يبقى هعمل ايه؟ هشوف ايه؟ اتشيك ريسبونس. اتشيك ايه؟ ريسبونس. طب مفيش حاجه كده قبل ريسبونس جت في دماغك؟ لا قبل الاويرنس. قبل انفيرومنت. قبل سيفتي. هايل جدا. يبقى قبل ما اروح للمريض لازم السيفتي. لازم السيفتي فور ايه؟ فور ماي سيلف اند فور ذا بيشنت. يعني مريض وقع في وسط شارع، هل الشارع ده فيه سيارات معديه بسرعه؟ اروح انا اعمل ريسيشن في وسط الشارع فتيجي سياره وتخبطني انا وهو؟ يبقى اول حاجه ايه؟ اكونفيرم سيفتي. سيفتي ابص حواليا اشوف انا فين. انا في ميه ولا في حريق ولا مكان فيه كهرباء ولا مكان فيه بنزين ممكن يحترق ولا مكان فيه سيارات ولا ولا ولا. انت شايف كويس؟ طيب ما تتكلمش يا صاحبي، مش انا مش احنا مش موقف هزار، انا في محاضره. ماشي تمام. يبقى لازم اشوف الايه؟ السيفتي. يبقى اول حاجه خالص قبل ما افكر، اول حاجه ايه؟ فور ايه؟ فور ماي سيلف اند فور بيشنت. حلو قوي. تاني حاجه احنا بنتكلم واحده. يبقى السيفتي. تاني حاجه ايه؟ احنا لسه قايلين من شويه هتشيك ريسبونس. هشوف المريض ده نايم ولا صاحي. طب حد هو نايم؟ واحد يعني واخد له تعسيله كده ونايم، ولا عنده مشكله صحيه؟ تمام. طب اشيك ريسبونس ازاي؟ لازم فيربال وتكتايل. فيربال وتكتايل يعني ايه؟ لازم لمس وكلام. اقول له محمد واعمل له ايه؟ اهزه محمد. رد يبقى خلاص ده الراجل ده كان نايم. طب ما ردش اعمل ايه؟ اشيك البريسنج، اشوفه بيتنفس ولا لا. طب اشوف البريسنج ازاي؟ اقرب من المريض كده. يبقى انا بحس وبشوف الايه؟ الموفمنت بتاع الشيست. حلو الكلام. يبقى واحد سيفتي، اتنين ريسبونس، تلاتة بريسنج.
طيب هفترض ان انا لقيت بريسنج اعمل ايه؟ خلاص مفيش مشكله، الراجل بيتنفس وطالما بيتنفس يبقى فيه هارت، مفيش بريسنج وزاوت بلس، انا ممكن يبقى فيه بلس وزاوت بريسنج. اوكي يبقى طالما في نفس يبقى ايه؟ يبقى مفيش مشكله. طيب ما لقيتش نفس لا اعمل حاجه الاول قبل تشيك الوي. مين قال حاجه كده؟ لا كول، احنا قلنا ما تعرفش تشتغل لوحدك تمام، يبقى لازم اصرخ شاوت فور هيلب وكول. عندنا في السعوديه ايه؟ 977 يبقى ايه؟ 997. حلو الكلام. يبقى سيفتي تشيك ريسبونس بريسنج، مفيش بريسنج، كول فور هيلب 997، وبعد كده ايه؟ تشيك. عايز بقى كونفيرم الارست، هو انا لو ما لقيتش بريسنج ممكن يبقى في ارست او مفيش ارست كاردياك. ليه؟ لان لسه قايل لكم من شويه ان ممكن يبقى في ايه؟ بلس وزود بريسنج، فممكن ما لاقيش بريسنج بس في بلس. طب انا عايز اكونفيرم بقى اذا كان ان المريض ده فعلا في كاردياك ارست، اعمل ايه؟ اتشيك ايه؟ كاروتيد بلس. فين الكاروتيد بلس؟ اهو زي ما انتم شايفين في الحته دي لاترال 2 زاتراكيه، وبدوس على لاترال 2 زاتراكيه وميديال 2 زي ايه؟ ستيرنوماستويد مثلا، وبدوس لمده 10 ثواني او اقل اشوف اذا كان في بلس ولا لا. طب مفيش بلس. طب في بلس، في بلس. خلي بالكم احنا جايين منين؟ من ان مفيش بريسنج، يبقى في بلس ومفيش بريسنج. اعمل ايه؟ اديله بريسنج فقط، ما اعملش شيست كومبريشن. طب ما لقيتش بلس، نو بلس، ابدا على طول سي بي ار. ابدا بايه؟ سي اللي هي الايه؟ اللي هي السيركوليشن، اللي هي الشيست كومبريشن تمام. وبعدين ايه؟ انتوا عارفين على طول اي بي سي صح؟ احنا هنا بقى هنختلف شويه، هنخليها سي اي بي، سيركوليشن الاول وبعدين ايرواي وبعدين بريسنج. القاعده في التروما ايه؟ اي بي سي، ايرواي بريسنج سيركوليشن. هنا في الارست كان زمان بيعملوا كده اي بي سي حتى في الارست، بعد كده تمام غيروها تقريبا من 2005 بقت ايه؟ سي اي بي. اول حاجه اعمل ايه؟ ارجع السيركوليشن. ارجع السيركوليشن ازاي؟ عايز الهارت البلد اللي فيه يحصل له سيركوليشن، يبقى لازم اضغط على الايه؟ على الهارت. يبقى اعمل حاجه اسمها شيست كومبريشن، سيفتي صح، تشيك ريسبونس، تشيك بريسنج، كول فور هيلب، وبعدين تشيك بلس، وبعدين شيست كومبريشن. طب هعمل شيست كومبريشن ازاي؟ تمام، هاخد المريض عليا كده واخلي هيز شولدر بين رجلي. حلو الكلام. انترلوكنج لماي فينجرز، في حد يعمل كده، في حد يعمل كده، في حد يعمل كده، هي احسن حاجه كده تمام. وحط هنا، في ناس تمسك كده وناس تمسك كده اكوردنج ما بيرتاح تمام. وفين؟ على السنتر اوف ايه؟ اوف شيست. لو المريض عريان على بين التو نيبلز، التو نيبلز هي في النص بالظبط بين التو نيبلز، وهنا واعمل انترلوكنج واعمل ايه؟ الالبو يبقى ايه؟ فولي اكستندد، والشولدر يبقى بيربنديكولار على الايه؟ على المريض. مش كده، لا بنقولها احنا ايه؟ اركب المريض، ابقى فوقه كده تمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كام دول؟ 30. يبقى 30 ورا بعض، 30 ورا بعض. مش كده ولا كده، لا بريت تقريبا يوصلك ل 100 في الدقيقه، 100 بير مينت تمام. يعني زي ما انا بعمل كده، لو عديت ورايا كده هتلاقي تقريبا اراوند 100 في الدقيقه. حلو، قد ايه هدوس جامد يعني اوصل للارض ولا اعمل ايه؟ عايز انزل الشيست اباوت 5 سنتيمتر، يعني 5 سنتيمتر، لان لو دوست جامد هعمل ايه؟ هعمل كراشنج للهارت اجينست الايه؟ الفيرتبرال كولوم من ورا صح؟ ماشي؟ طيب عملت 30 يا شباب، بعدين
الاير واي. قلنا سي وبعدها ايه؟ اي اللي هي ايه بقى؟ افتح الاير واي. هفتح الاير واي ازاي؟ بحاجه اسمها هيد. احنا قلنا مره هيد تلت تشين ليفت. هيد تلت تشين ليفت يعني ايه؟ اروح حاطط ايدي هنا على الايه؟ على الفور هيد وماسك الايه؟ سيمفس من تايدي وشديتها لفوق كده. حلو الكلام؟ يبقى كده ايه؟ هيد تلت تشين ليفت. هيد تلت تشين ليفت. طيب حلو. واروح باصص فين؟ ان ذا ماوس اوف ذا بيش. لو لقيت فورم بادي وشايفه بعينيا اروح داخل بايه؟ فينجر سويب ومطلعه. حلو الكلام؟ لو شايفه بايه؟ بعينيا. مش شايف خلاص. يبقى هيد تلت تشين ليفت ابص جوه الماوس ولو لقيت فورم بادي اطلعه بفينجر سويب. ما لقيتش مش شايف فورم بادي ما مدش ايدي جوه العين. حلو؟ وادي له ايه؟ تو ريسكيو بريسنج. ادي له ايه؟ تو ريسكيو. ازاي اديهم التو ريسكيو بريسنج؟ ايدي اهيت على الفور هيد بتاع العيان وايدي الثانيه على السيمفس من تاي واروح عامل ايه؟ قافل النوز. لان لو ما قفلتش النوز وعملت بريسنج هيروح داخل من هنا وخارج من هنا. واروح قافل الايه؟ النوز. وحاطط بارير. لازم بارير. المريض ده ما تعرفش اذا كان عنده هيباتيتك ولا اذا كان عنده ايدز ولا وات ايفر هو عنده ايه؟ اي بلاد ترانسميتد ديزيزز. فلازم احط بارير. عندنا هنا في السعوديه كلنا معظمنا بيلبس الايه؟ الشماغ. فاروح حاطط الشماغ ايه؟ على بوق العيان واروح مديله اثنين ريسكيو بريسنج. ازاي بقى؟ اهو التلشن ليفت ورام. مش كده. لا ده مش ريسكيو بريسنج. ده انت بتدفع على العيان. تمام؟ تعمل ايه؟ بص واروح سايبه 5 ثواني. ليه؟ بسمح بالريكويل. بدي هواء يملى الصدر واسمح له انه ايه؟ انه يخرج تاني. صح؟ يبقى وارجع اعمل ايه؟ كومبرشن. قد ايه؟ 30 2 30 2 30 2. كم مرة؟ 5 مرات. وبعد كده بعد الخمس مرات اتشيك البلس اشوف بقى الدنيا مشيت معايا ولا المريض لسه ايه؟ لسه ارست. اتشوف البلس. عندي كم بوسيبيليتي هنا؟ 3 بوسيبيليتيز. اول بوسيبيليتي ان انا الاقي ايه؟ مفيش بلس مفيش بريسي. اعمل ايه؟ كونتينيو سي بي ار. طيب لقيت بلس لكن مفيش بريسنج اعمل ايه؟ بريسنج. ادي له 1 مش 2 بقى 1 ريسكيو بريسنج افري 6 سكندز. كل 6 ثواني ادي له بريسنج. كل 6 ثواني ادي له بريسنج. يعني تقريبا كام في الدقيقه؟ 10. حلو الكلام. طيب لقيت بلس ولقيت بريسنج اعمل ايه؟ احطه في الريكفري بوزيشن. احطه فين؟ ايه الريكفري بوزيشن ده؟ قلت لكم انا قبل كده بنمي العين على جنبه الشمال تمام ورجله دي متنيه فوقه كده ودي هنا ودي تحت خده كده تمام. الفكره ايه؟ ان انا عايز لو حصل فوميتنج يعمل ايه؟ الفوميتنج يرجع لبره ما يحصلوش اصبعش. حلو الكلام. ادي القصه بمنتهى البساطه بمنتهى السهوله. في مشكله كده؟ مفيش مشكله خالص تمام. نعم. لا هو الاحسن على الارض. حتى لو المريض لو انت في مريض يعني تخليه على الارض. ليه بنخليه على الارض؟ عشان هي اللي بتسبورت الكومبريشن بتاعك تمام. بتسبورت الكومبريشن بتاعك فالارض هي احسن حاجه. طيب ممتاز. على فكره الطاوله اريح لي بس يعني ايه انا بقول لكم على ايه؟ على المفيد. يبقى نقول تاني كده. اول حاجه انا اول حاجه مين؟ انا. يبقى ايه؟ يبقى السيفتي. اول حاجه السيفتي. تاني حاجه هتشيك ريسبونس اشوف المريض ده نايم ولا صاحي. يمكن واخد له تعسيله كده. تشيك ايه؟ وبعد الريسبونس مفيش ريسبونس هتشيك بريسنج. مفيش بريسنج هتشيك لا هكول فور هيلب قبل البانس تمام. مفيش بريسنج الو الحقوني تعالوا يا 997 يلحقوك تمام. فييجوا هم بيبقوا جايبين معاهم حاجاتهم ومعاهم الاي اي دي بس الاي اي دي مش يعني مش في المحاضره دي تمام. وابدا انا الايه اشوف البلس. ما لقيتش بلس ذات
means ان العين ده فعلا في كاردييك اريست ابدا كارديو بالمونري ستيشن. لقيت بلس مع ذلك انه عنده بلس وما عندوش بريسنج وفي الحاله دي بديله 1 ريسكيو بريسنج افري 6 ساعه. طب ما عندوش بلس اعمل شيست كومبريشن. شيست كومبريشن ازاي؟ انترلوكينج فينجرز على السنتر اوف ذا ستيرنم تمام، الالبو لوكت بيربنديكولار على المريض وثلاث مرات و30 مره. ازاي اهوت كتف العيان من الرجليه بين رجليه تمام، انترلوكينج ماي هاندز على السنتر اوف ذا ستيرنم، الالبو لوكت بيربنديكولار 1 2 3 4 5 لحد 30، وبعد ال 30 تورس كيو بريسنج بالطريقه اللي احنا قلناها. بفتح الاير واي الاول تمام، واعمل بنشنج للنوز وبارير، وادي له 2 ريسكيو بريسنج كل واحده مدتها 3 ثواني يعني كده. شوف الاليفيشن للشست وعينيا على الشست اشوفه اليفيتد ولا لا تمام، وبعدين بخرج واسيب الريكويل يحصل عشان الايه يحصل اكسبيريشن للاير، وادي 8 كمان واحده ايه ريسكيو بريسنج، وارجع اعمل 30 30 2 30 2 خمس مرات، وبعدين اتشيك البالس. عندي ثلاث، الاحتمال الاول بالس وبريسنج يبقى ايه ريكفري بوزيشن، الاحتمال الثاني بالس وزود بريسنج، بريسنج 1 ريسكيو بريسنج افري 6 ساعات، الاحتمال الثالث نو بالس نو بريسنج كونتينيو سي بي ار الى لمده ايه، الى ان المريض يبقى فيه ساينز اوف لايف يعني الاقي بالس وبريسنج، او الناس اللي انت طلبتهم يجوا، او انت ما خلاص مش قادر تعمل اكتر من كده اكزوست اللي منين ليجنز. حلو الكلام، يبقى التلت حاجات اللي بتقف عندهم، يا الناس بتوع الاسعاف يجوا، يا المريض يرجع، يا انت تتعب، غير كده انت شغال، وغالبا بيبقى معاك حد فانت ممكن ايه انت تريح وهو يشتغل. حلو الكلام، طيب ممتاز. طيب في فترات بعد ما اقدر كان العيان مسبح اشياء ممكن نصف ساعه اعمل له سي بي ار ولا ما؟ طالما لقيت عيان ارست بتعمل له سي بي ار، سواء ارست بعد 1 مينت او بعد ساعه تمام. طالما العيان انت شفته ولقيته في كاردياك ارست اعمل سي بي ار تمام. هو طبعا كل ما الفتره الطول بين بدايه الارست وبدايه السي بي ار كل ما البروجنوزس يقل تمام، لكن لازم تدي له الفرصه دي. حلو الكلام، طيب من تاني، اول حاجه انا ماشي في الشارع لقيت الراجل ده اعمل ايه؟ سيفتي، ببص حواليا انا فين، لو عربيات بوقفها بشوف ورايا بشوف قدامي مفيش سيف اروح الاقي عنده محمد 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 ما بي ايه ما بيردش، اعمل ايه؟ اشوف البريسنج مفيش بريسنج، الو 997 انا في المكان الفلاني معايا فلان وحصل له كذا وبشوفه نو ريسبونس ومفيش بريسنج وانا في المكان الفلاني، عايزين حاجه تاني؟ سمعتهم كويس؟ لان ممكن تقول انا في المكان الفلاني وبسرعه تروح قافل، فهو ما عرفش انت فين، فلازم توصف له مكانك كويس عشان يجي تمام. ولو معاك حد حواليك ممكن تخليه هو يتصل ويبعت لهم اللوكيشن بقى، بما ان التكنولوجيا موجوده فيبعت لهم اللوكيشن فهم بيجوا عليه تمام. ممتاز، خلاص كده اتصلت، اعمل ايه بعد كده؟ اروح ايدي جاري على الايه، على الكاروت بالس. في كاروت بالس ولا مفيش؟ نفترض ان فيه، اعمل ايه؟ كل 6 ثواني. طب مفيش سي بي ار، انترلوكنج للايه ماي فينجرز سنتر اوف ذا ستيرنم، البو لوكت بيربنديكولار على العمريض 1 2 3 4 5 لمده قد ايه؟ 30 بريت تقريبا كام؟ 100 بير مينيت تمام. بعد ال 30 اعمل ايه؟ اروح لا مش بريسي، افتح الاير واي الاول هيت تيل تشين ليفت تمام، وابص جوه الايه جوه الماوس، لقيت فروم بادي شايفه بعينيا فينجر وصوبه ايه واخرجه مفيش، بعمل بنشنج للنوز واحط البارير بتاعي واعمل تورس كيو بريسنج كل واحده 3 ثواني، وادي فرصه للريكويل بتاع الشيست انه يحصل، وارجع اعمل 30 2 30 2 خمس مرات، وبعمل تشيك للايه
للبالس. حلو الكلام. عندي كم احتمال؟ ثلاث احتمالات. الاولاني بالس بريسينج ريكفري بوزيشن. بالس وزود بريسينج وان بريس افري نو بالس نو بريسينج. اتوقف امتى؟ في ثلاث احتمالات. الاحتمال الاولاني ساينز اوف لايف. الاحتمال الثاني ارايفل. الاحتمال الثالث ايه الاخبار؟ بسيط، كله بسيط، على بركه الله.